لا صافي شوف الى جريس شي دواء ديال الجر مع جسمو كانشوف شوف, شوف الى جريس شي دواء الجسم هو حاس وكيف كلش <applause> طيب لا وما لا هو ما يقدرش يحيد يديه على راسو دابا بوسيبل انه يحيدها كنت كسمع ليا اه كنت كاسمعك وي اه <applause> كنت كسمع ليا وعلاش ما جاو تينيش ملي كنت كنعيط لك شنو محتاج من راسك نو <applause> راه فوالا يا سمرايز ليبنوتيزوغ كتاشفتو معايا ليبنوز في هاد الفترة هادي اللي بديت تنويمي لاتيسي اللي كنديروه مع بزاف بزاف ديال الناس اليوم في لي في لي زيميسيون ليبنوز اللي الانسان كيكون في واحد الحالة كندخلوه في واحد الحالة ما بين الحلم ما بين الواقع أي حاجة اللي كنولي نقول له وكنقولها لو سوبكونسيون ديالو كنبرمجوا عليها فكيولي يعيشها في حال واقع الوغ في الاول ملي بديت كنت لو برومي ما كان حتى شي واحد غادي نبدا شي حاجه اللي غريبه شي حاجه اللي شويه ما غاديش يتقبلوها الناس ديالنا كتبان شويه فيها بحال في فيها السحر فيها الشعوذه كشبواب بالسماوي ولا شي حاجه هكذا لان كيبان الانسان كيغيب كيخرج على الوعي ديالو فكان شويه ديال الصعوبات ولكن يعني واحد الانسان اللي زعما كيعجبني شي حاجه اللي كتكون صعيبه شي حاجه اللي فيها التحدي وشي حاجه اللي تكون اونيك شي حاجه اللي زعما نفرد بها ففوالا كانت واحد المغامره بالنسبه ليا قلت غادي ناخذ هذا ما نعرف الا شي واحد بشي حجره في الزنقه قلت معليش ولكن فوالا الناس الحمد لله من بعد تفاجات لقيت كاين زعما الناس فهموا واخا في كان شويه ديال التخوف الانسان كيقول ما ربما هذا الشيء فيه جنون ولا السحر ولا الشعوذه عاود بنا باش مي الحمد لله من بعد ملي شافوا داك الشيء ملي درناه مع ديزارتيست ملي درنا سيغسان مع ايموغاجي ملي درنا بزاف ديال الحويجات فالناس بالعكس ولات عنده دابا رغبه انهم يكتشفوا داك الشيء كيفاش كيفاش, كيفاش كيحسوا داك الناس هما كيبغيو يعيشوا داك الاحساس ففوالا الحمد لله اليوم اه ما بقاش هذاك المشكل وهذا هو لوبجيكتيف ديالي اللي كان اليوم اللي كان زعما في الاول هو ان نعرف هذا الفن هذا وندير بواحد المانيغ اللي هي ارتستيك واحد المانيغ اللي زوينه والحمد لله هذا اللي كان ملي كنت مع طاليس ملي كنت مع طاليس بخود كانت عندنا استراتيجي استراتيجي درنا اون استراتيجي تلاقينا في 2017 دابا عامين تقريبا عامين اه كانت عندنا استراتيجي قلنا كوم كوا في الاول بما ان ليبنوز مازال شويه ما معروفش كيخافوا منه فقلنا غادي ندخلوه في ايموراجي ايموراجي واحد سبيكتاكل تبارك الله اللي هو ناجح مع فنانين كبار قلنا غادي ندخلوه باش الناس يجيو ويشوفوا سيغ سين كيفاش داكشي كيدوز الحمد لله كان تفاعل كبير مع عند الناس الوغ كو كنت كندوز في لابارتي التاليه كنا كندير واحد ديمونستراسيون في بارتي التاليه فريمون الناس كانوا كيكونوا ضربوا ثلاثه الساعات في لاصال عياو وكيبقاو جالسين فريمون مي لو بروبليم اللي وقع انه من بعد ما كانش واحد لا استراتيجي ما مشاتش مزيان اه وقع واحد النوع ديال ما عرفتش انا ومش... يعني ما مشات الخدمه كما خصها تكون فوا كذا خرجنا هذا الشيء وقع واحد لو بوس الحمد لله مي كانت آه في واحد ليميسيون مع اعلامي متميز هشام سرار فما وقعش استغلال آه ما وقعش استمراريه انا بيان سور ما غاديش نبقى ما غاديش نبغي نبقى بلوكي في هذيك المرحله آه قررت انه نخرج بلو سبيكتاك ديالي اللي ديجا انا خادمو آه عندي يعني هذه واحد ثلاث سنين وحسيت حسيت بان ديال الوقيته لان الناس اللي زدنا طولنا عليهم غادي ينساو كاين اللي غادي ينسى كاين اللي غادي يزابيك واخيرا جاتك الفرصه مع ياسمو رايس دابا لو سبيكتاكل اللي سميناه فينومينال يعني حاجه اللي خارجه على العاده علاش سميناها هكذا لان اولا بزاف ديال الناس كانوا كيتلقاو لي كيقولوا انت فينومين هذه مزيانه تا شديتها اون لوي ميم واحد الحاجه اللي بزاف الناس دابا شافوها الحمد لله معايا معايا سم رايز اي ولكن مازال ما عاشوهاش يعني حاجه اللي مازالها فريده من نوع ديالها خارجة على العاده اي لو سبيكتاكل لوي ميم كيفاش مخدوم لي زاليمون لا ميزون سين اللي غادي يكون ليكليراج لا سونوريزاسيون يعني فريمون غادي تكون شي حاجه اللي مخدومه وخارجه على المعتاد دينا بكازا لان دي افون هذا عرض ما قبل الأول يعني بيان سور غادي نبداوه من كازا ابري أه، غادي تكون واحد لا تورني ان شاء الله في المغرب في المدن الكبار ديال المغرب باش ما نقولش المدن كاملين المدن الكبار اللي فيهم يعني انت يعني عارف مصاريح كبار ايتترا اي ابري بيان سور كاينه ان شاء الله يا ربي اون أه، بروغرام بخ... واحد لا تورني اللي غادي تكون في العالم العربي اي بار لا سويت ان شاء الله في لوروب وكاينه افكار من غير ليبنوز يعني حيت سوتي افكار ديالك كاين من غير ليبنوز كاين بزاف ديال الناس اللي عرضوا عليا ميم التمثيل أه، قالوا علاش ما تفكرش في التمثيل يعني الهيئه ديالك كتعاون لحد طريقه التحرك ديالك الكلام ديالك كيعاون فوالا كاين كاين تفكير كاين بعض العروض اللي جاوا في هذا يا بخي انا ارتست انا ديما كنقولها انا ارتست شي واحد اللي خصو يكون كيعرف يدير بزاف ديال الحويجات ويعرف يتقنهم ديروا لايك وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد لاله فاطمه